انا عايز اطمنكم بالنسبه لبطوله افريقيا لكره اليد اللي مقامه في المغرب. الاهلي كان استهل مشواره فيها في دور المجموعات، فاز على سكوتو ريما النيجيري 46-26، وفاز على ريد ستار الايفواري 45-26، ما شاء الله دبل سكور في المباراتين. المباراه اللي جايه يوم السبت هيبقى مع فاب الكاميروني. معنا على الهاتف من المغرب الكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد في النادي. كابتن ياسر مساء الخير. لا شوفوا مشكله التليفون بسرعه. كابتن ياسر يا ريت تسمعنا من التليفون بقى. يا كابتن ياسر. ايوه مساء الخير. مساء النور يا كابتن. كابتن ياسر. كابتن عادل انا سامع حضرتك زي سيادتك فن. تحياتي وتحيات الاستاذ ابراهيم منيسي. ازي حضرتك؟ اهلا بك يا كابتن ياسر والف مبروك الفوز بالمباراتين، وقول لنا اجواء البطوله عندك ايه؟ والله الحمد لله، يعني الفرقه عملت ماتشين لحد دلوقتي باداء عالي، مركزين الاولاد من اول دقيقه في الماتشين. وده يمكن واضح في فرق السكور. صحيح. يعني الحمد لله الولاد مركزين. حضرتك عارف طبعا احنا قاعدين بنظام الفقاعه هنا، مفيش خروج، قاعدين في فندق. ما بنخرجش، بننزل التدريبات ونرجع تاني. انما اللاعبين كلنا على قلب راجل واحد. والنهارده كان في اجتماع قبل المباراه مع السيد الوزير طول العمري. اللعيبه كل ان شاء الله توعدنا ان احنا لازم نسحب جمهور النادي الاهلي ونرجع بطوله افريقيا باذن الله، ونفرح جمهور الاهلي العظيم اللي هو ورانا في كل وقت يعني باذن الله. مباراه فاب يوم السبت مش كده؟ يوم السبت ان شاء الله. المجموعه الثانيه اخبارها ايه؟ ابرز الاول فاب يا كابتن ياسر هو فرقه اصعب من الفرقتين اللي فاتوا ولا زيهم؟ بالظبط. لا هو اصعب فرقه الكاميرون. مش كاميروني هو؟ كاميرون. الكاميرون احسن. يمكن احنا المجموعه الثانيه فيها المغرب وفيها الفريق الانجولي، هم فرقتين اقوياء. يمكن النهارده كان في ماتش كان ماشيين سجال جون بجون، كان الماتش اللي بعدينا خلص فرق جون للمغرب. فتقريبا كده التوقعات ان شاء الله ان المغرب اول مجموعه، والمجموعه والدور والفرقه الثانيه تكون انجولا. حضرتك عارف برضه الفريق الانجولي، انجولا تقدمت في كره اليد بشكل عام. تقدمت جدا كبير الفتره اللي فاتت. بس ان شاء الله ربنا يسهل، يعني احنا بناخد ماتش بماتش، ودايما دايما النادي والاهلي ده الولاد بيركزوا، نخلص ماتش نشوف الماتش الثاني، ما بنفكرش في حاجه غير مباراه بمباراه. وان شاء الله ربنا يسهل كده باذن الله. الامل كبير ربنا سبحانه وتعالى انه يوفق الولاد ويكونوا في حاله جيده ونكمل بسرعه على خير باذن الله. البطوله تختتم امتى ان شاء الله يا كابتن؟ يوم الجمعه 2/9 باذن الله. 2/9 وترجعوا ان شاء الله تستعدوا لماتش الزمالك كاس السوبر 10/9. نرجع بالظبط، نرجع يوم 3/9 باذن الله، هيكون يوم 10/9 في مباراه بطوله كاس السوبر المؤهله لكاس العالم. كاس العالم هتبقى في السعوديه، الفايز من الاهلي والزمالك هيشارك فيها عشان يلعب برشلونه. دايما بطل افريقيا بيلعب بطل اوروبا كده، فان شاء الله يبقى يعني ان شاء الله نلعب علي زين باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن ياسر الماتش هيبقى في مصر بتاع السوبر ها؟ الماتش ان شاء الله عشان فريقين من مصر في صاله الدكتور حسن مصطفى في اكتوبر. طيب والتحكيم هيبقى مصري ولا من الاتحاد الافريقي؟ والله هو المتوقع ان هيبقى من الاتحاد الافريقي، انما لسه ما حصلش اي تواصل او الا حصل، انما الطاقة ان هيبقى في الاتحاد الافريقي، هيكون طاقم تحكيم من الاتحاد الافريقي ان شاء الله. انتوا طبعا ملتزمين بكل الاجراءات الاحترازيه عندك. طبعا يعني دوبك يعني مش عايز اقول لحضرتك، احنا دوبك بنروح التمرين ونرجع في الباص، متحدد لنا باص معين حسب ركابه غيرنا، بنروح التدريبات او الماتش ونرجع تاني.
والولاد يعني متأقلمين طبعا، انت عارف انك تقعد 14 يوم في بابل برضه، يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي عملناها امبارح كان عندنا عيد ميلاد لاعب محمود نعمان، ومعاه الوزير يعني عطى لنا تورته كبيرة واحتفلنا بعد العشاء بعيد ميلاد، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي خرجت عن النظام الكام يوم اللي فاتوا يعني. اه وشغالين مسحات بقى. الحمد لله عملنا يعني يمكن 4 مسحات دلوقتي، شروط البطوله كانت بتخلي ان احنا نعمل مسحه اسبوع قبل الوصول، وعملنا واحده قبل السفر، اول لما جينا المغرب عملنا واحده يوم الوصول يوم السبت اللي فات، وامبارح عملنا مسحه، وهيبقى في مسحه كل 48 ساعه ان شاء الله. ربنا يعني يحميكم من كل شيء، من الاصابات، من الكورونا، من الثقه المفرطه، من كل شيء في ضرر يعني، ربنا معاكم. وتحياتنا بقى للاستاذ عمرو فاروق ولكل البعثه، ووصيهم والنبي توصيهم ياسر، قول لهم في انتظارهم باذن الله، وانتظار كاس افريقيا، كاس افريقيا، عشان نحتفل معاكم باذن الله. شكرا جزيلا للكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد في الأهلي، متحدثا من المغرب. وأعتقد فرق السكور الكبير أو السكور المضاعف كمان في المباراتين يشي بأنه الناس مركزة بقوة. بص، قد يراها البعض لضعف المنافس. سيبني بعد ماتش فيها بقول لك. يوم السبت بالليل أكلمك؟ وخلي بالك. لا، أنت بالمعايير الفنية، اولا مصر في كره اليد دلوقتي بقت المناخ العام والمستوى العام مختلف، فانت بالمعايير الفنيه مؤكد ان انت كفتك اعلى. الفرق الكبير قوي ده لو انت ماتش فاب ده قدرت تحتفظ بهذه، مش ضروري بنفس الفرق يعني، لكن بهذا التفوق هيبقى ده حالتك انت، مش حاله المنافس. على اي حال برضو انت ممكن تقابل منافس مش بالقوه الواجبه، لكن انت ما تكونش كويس ما تعملش كده. يعني انت عارف برضو هي مؤكد ليها دلاله يعني. كره اليد دلوقتي ينظر اليها العالم انك من القوى العظمى في كره اليد.